مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، وحدثكم فارس عواض. نلتقي اليوم مع الكلاسيكو الكبير ولقاء بين الملكي ريال مدريد وبرشلونه في العاصمه الاسبانيه مدريد، وتحديدا في سانتياغو برنابيو معقل المارينجي، حيث المدرجات باللون الابيض والاجواء غير العاديه المصاحبه لهذا الكلاسيكو. الكل يحبس انفاسه، الكل حول العالم يعرف قيمه وصعوبه المواجهه، الكل يمني النفس بالخروج منتصرا من هذه القمه الكبرى. تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، أنطونيو روديغر سيلعب إلى جانب إيدير ميليتاو في خط الدفاع، فالفيردي سيبدأ رفقة بيلينغهام في وسط الملعب، وكيليان امبابي سيلعب في الهجوم. مع التشكيله الرسميه لبرشلونه، فريق يلعب باسلوب الضغط العالي، يعني حاول الضغط على خصمه في الثلث الخلفي حتى يجعله يقع في ارتكاب الاخطاء ولا يمكنه من الوصول لملعبه، لكنها تحتاج الى مجهود كبير وتنظيم شديد في الملعب، لان اي خطا قد يعني بان الخط الخلفي سيكون في ازمه ومعرض للخطر. ريال مدريد يعتبر النادي الابرز في اوروبا وفي اسبانيا بسيطرة على البطولات المحلية، كذلك هو النادي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا. رافينيا، برشلونة يهاجم، العرضية في وسط المنطقة، تصويب الآن، الحارس يتصدى للتسديدة، إنقاذ رائع لفرصة هدف محقق من البارسا الذي يدخل المباراة بقوة ويؤكد بأنه يسعى لكسب المباراة من الدقائق الأولى. ضربة حرة لبرشلونة. تمريرة في مكان، فرصة للتسجيل الآن، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. في المنتصف، انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. داني اولمو، كرة مرتدة فيها خطورة، فرصة خطيرة الآن، اوهو تصدي قوي جدا، تسويبة قوية هنا، الحارس بيوقف الكرة السابقة بدون أي مشاكل. امبابي يهدي الكرة للفريق الآخر. هجوم من برشلونة. يفقد ريال مدريد الكرة مرة أخرى. امبابي. التسليم مطلب جماهيري امبابي. والضربة الأولى امبابي يفعلها. هدف يعطي الفريق التقدم ويشعل الاجواء. وهذه هي الاعاده، يا لها من متعه ويا لها من مهاره في المرور من جانب امبابي بعد ذلك الانهاء
أي تسديدة ذهبت مباشرة، هدف جميل وتسديدة أروع. والعودة لهذا اللقاء. استغلال من الأطراف من برشلونة، يتوغل إلى الداخل، شجاعة كبيرة من الدفاع يتصدى لهذه الكرة، والكرة خطيرة بعد ابتكاك للكرة في هذه المنطقة. فرصة، يا الله، فرصة للتعادل، ولا نهاية جوف المباراة الأول. عودة إلى الملعب، بداية الشوط الثاني. في الشوط الأول تقدم ريال مدريد بفارق هدف وحيد. روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو، رائع كورتوا في ردة الفعل الكبيرة. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط، إبعاد سيء للكرة في هذه اللحظات. رافينيا في توقيت مثالي، انظر إلى هذا التدخل. حتى الآن يقدم مبابي عرض رائع جدا، وكانت 45 دقيقة ممتازة. شوط أول قوي جدا، تسجيل هدف، تقدم في النتيجة، مسابقة إيجابية ستعزز الثقة وتدفع نحو المزيد في الشوط الثاني. داني أولمو، لم يتمكن من الحفاظ على الكرة. لامين يامال، تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام، بدون خطأ يحصل على الكرة في 18. ركنية لبرشلونة مع بحث عن هدف التعادل. ركنية ستكون من جانب رافينيا، الخطورة قائمة بعد هذا الإبعاد. كرة بينية خلف المدافعين، بينية ملعوبة حلوة لكن التصدي كان أحلى. الآن مع فالفيردي، إصابات غير دقيقة في ركن الكرة تجعلها تخرج في هذا الشكل وبتروح بعيدة عن المرمى. وضعية الجسد وطريقة ركل الكرة تصنع الفارق بالتأكيد. تحت الضغط في هذه اللقطة. كريستنسن، تمريرة مرفوعة من فوق الجميع لكن أقرب لحارس المرمى. المدرجات تشتعل في هذه اللحظات، الله على هذا التشجيع، جمهور في منتهى الروعة، شوف الدعم، شوف الحافز للفريق مع كل كرة. 9 دقائق متبقية من عمر هذا اللقاء. ليفاندوفسكي، داني أولمو، الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة، كرة مرتدة قد تشكل خطورة. البارسا يقرر الاستعانة بدكة المدراء. رافينيا، برشلونة يستغل الطرف الآن. يا سلام على رافينيا، الله، العارضة تنقذ الفريق. حسمت الأمور المباراة، الخروج بالانتصار على الفريق، عقله لم
اعتبرها من الأداء القوي من جانب مبابي في مباراة اليوم. اللاعب كان في الموعد، هذا هو مبابي وهذه قدرات كيليان. الظهور الحاسم يطغى على كل شيء في الملعب، التأثير الكبير في تسجيل هدف الفوز يجعل الأداء مميزا ويمنح الفريق انتصارا في مباراة اليوم.